أهلا، أنا معاد أحبوش. أنا عارف بلي أن هاد الرواية أنا السبب ديالها، حتى ولات كتبان لكم حقيقية. مهم، هذه هي الحلقة 11، وقبل ما نبداو دير لايك. لايك راه غير نعرف واش عجبكم هاد الشي ولا لا. كانديد وكاكامبو طاحوا في واحد البلاد غريبة. كاكامبو كيهضر مع السرباي وهو يشدو الفضول ديال عيالات الحومة، بغى يبين للسرباي هاد الفضول بس زعما يجيب تنقنيقات. السرباي قال ليه ريلاكس بلا سياح، انا ما عارف والو وعايش بخير، ولكن كاين واحد الشارف هارف من هادوك اللي خداو التقاعد من القصر، اطلق عنده اجوبه والسيد مفتوح. السرباي صافتهم لدار الشارف نيشان. كانديد كان تابع كاكامبو بحال شي واحد معاه. ادخلوا لواحد الدار متواضعه، الباب ديالها مصنوع غير من الفضه، والتزيينات ديالها غير من الذهب، ما كاين لا الماس لا ياقوت لا والو، ولكن كانت الزخرفه ديال هاد الدار واعره وعامره بالفنون، والبيت ديال الصالون زوين ومرصع بالياقوت، داك الياقوت الاحمر والزمرد. دار مرتبه وغزاله وبسيطه. الشيباني مول الدار استقبل هاد الجوج كانديد وكاكامبو وريحوا في واحد السداري ديال البونج، والبونج ديالو عامر بريشلمام، وعطاهم المشروبات، مشروبات في الكيسان من الألماس، وموراها غي يشبع لهم الفضول ديالهم ويعود لهم كل شي. قال لهم عندي 172 عام في العمر، وقال لي الوالد الله يرحمه باللي وقعات توارات مكودة في البيرو وكان شاهد عليها. البلاصة اللي عايشين فيها احنا دابا هي الوطن ديال الإنكا القديم، هادوك اللي مشاو بحل الهمج باش يحكموا العالم وسالوا فاش طيحاهم الاسبان. اللي مخلينا عايشين زوين هو الامراء ديال عائلاتهم اللي بقوا، اعطاو الاوامر باش حتى واحد ما يخرج. الاسبان ما عارفينش بزاف على هاد البلاد، داك الشيء علاش عطاوه سميه الالدورادو. هاد البلاد سميتها الالدورادو. واحد الانجليزي سميتو فارس راخيل قرب لبلادنا إلدورادو هادي شي 100 عام، ولكن حيت حنا داير بينا الحجر القاصح ما عمر الاوروبيين الجيعانين ما وصلوا لينا، ما كرهوش ياخذوا الوطن والطين ديالنا ويقتلونا كاملين. الشيباني وكانديد وكاكامبو دار الحوار بيناتهم، هضروا كل شي تقريبا، على الحكومة، على العادات ديال الشعب الإلدورادو، على النساء، الامثال الشعبية، على الفنون. فكانديد بدات ياكلوا فمو وبغى يسولو على الميتافيزيك، واش هاد البلاد فيها شي دين. وجه الشيباني ولا حمر وقال ليه كيفاش كتشك في هاد الشي، واش حنا كنساو الخير اللي دار فينا الرب. كاكامبو سولو عاوتاني على الدين، قال ليه شنا هو الدين السائد عندكم في البلاد ديال الالدورادو. وجه الشيباني عاوتاني غيولي حمر وقال ليه واش يمكن يكونوا جوج ديانات، عندنا الديانة السائدة اللي كاينة في العالم كامل، كان عبدو الرب صباح وعشية. كاكامبو اللي كان كيترجم الكانديد سولو عاوتاني قال ليه واش كتعبدو اله واحد. داك الشيباني قال ليه هاد الشي اللي كاين، ما كاينش جوج الهات ولا ثلاثة ولا اربعة. والناس عندكم كيسولو شي اسئلة مفاروحة. كانديد ما جاش الملل من الكلام ديال الشيباني الضريف، بغى يعرف كيفاش كيصليو الالدورادو. قال ليه الشيباني حنا ما كنصليوش للرب حيت حنا ما بغينا نطلبو منه والو، حنا كنشكروه حيت عطانا داكشي اللي محتاجينه، كنشكروه ديما. كانديد شدو الفضول عاوتاني باش يشوف الفقهاء ديال الالدورادو، الفقهاء ديالهم. كانديد غيسول الشيباني على هاد السؤال هذا، فينا هما الفقهاء ديال الالدورادو وشنو كيديروا. الشيباني بدا تيخرب الضحك، قال ليه اصاحبي واصاحبي حنا راه كلنا فقهاء هنايا، شفتي لا الملك ديال الالدورادو ولا كل ارباب الرب ديال العائلات كلهم كيرتلوا الاناشيد ويحمدوا الله ويحتفلوا صباح وعشيه، وتيكون موراهم 6000 موسيقي. كانديد قال ويلي واش ما عندكم فقهاء كيتامروا ويحكموا ويحرقوا الناس اللي مخالفينهم في الراي. قال ليه الشيباني لا لا، هنا جينا كلنا من راي واحد اللي هو النيت، وما عرفت شنو بغيتو تقولوا بتفقيقيهات ديالكم.
كانديد عقلو التفافة وطح في الحافة من هاد الهضرة ديال الشيباني. كان كيقول بشاخ على عالم كيداير، هاد الشي مختلف بزاف على ويستفالي وعلى القصر ديال البارون. كون خونا بانغلوس شاف الإلدورادو كون سد علينا فمو من دوك الهضور ديال القصر ديال دانترونخ، هو الواعر في الواعر في هاد العالم. كان غا يقول يلا نسافروا للإلدورادو. لا من عندي أنا، هو الصراحة كان يقول كل شي من الخير. عجبتني هادي. كانديد قال كون كان بانغلوس كون قال لنا يلا نسافروا جمعوا ببالزكم. من مور هاد الحوار ديال الشيباني، الشيباني ربط واحد الكروسة بستة ديال الخرفان وعطى معاهم 12 خدام كلهم ما كاين غان عامس. اعطى هاد الشي الكانديد وكاكامبو باش يمشيو للقصر، وقال لهم انه يسامحوه علاش ما مشاش معاهم بحكم السن ديالو كبير في العمر، ما يقدش السيد يمشي معاهم. قال لهم الملك راه غيستقبلكم احسن استقبال، الملك ديال الإلدورادو، وغتولفوا العادات ديال ديك البلاد الى زعما دارت لكم شي تورزيز مع الوقت غتولفوها. كانديد وكاكامبو طلعوا للكروسة والخرفان مشات بواحد السرعة كبيرة، قل من 4 سوايع وصلوا للقصر ديال الملك ديال الإلدورادو اللي كاين في الجهة الأخرى ديال العاصمة ديال الإلدورادو. البوابة ديال القصر ديال الملك ديال الإلدورادو كبيرة، فيها في الطول شي 220 قدم وفي العرض شي 100 قدم، وصعيب تعرف على المادة مناش مصنوعة هاد البوابة، فين تبان شي احجار كريمه ولا شي ذهب ولا. كانديد وكاكامبو غينزلوا من الكروسه، استقبلوهم التيتيز شي 20 بنت من الحراس القوقع على اختها. هاد 20 قنبوله داو كانديد وكاكامبو للحمام. فين يا مات الدبله مولا الرزمه، طلع عليهم الجوك دابا. من بعد لبسوهم اللباس مصنوع من زغب الحمام، الزغب ديال الحمام ديال الطنان، واحد النوع من الحمام. من موراها جاو كبار الجنود والجنديات وداوهم للملك ديال الإلدورادو المقر ديالو، وداير بهم 2 مجموعات ديال الموسيقيين مكونين من 1000 موسيقي. ومن اللي قربوا للبيت ديال العرش، كاكامبو سول واحد العسكري كيفاش يحييو هو وكانديد يحييو جلالة الملك ديال الإلدورادو، ويطيحوا واش زعما يطيحوا على ركابيهم ولا يطيحوا على كرشهم ولا يديروا يديهم فوق الرقبه ولا شنو يديروا بالضبط. فسول كاكامبو العسكري قال له غير بوسو الملك، بوسو الحنك ديال الملك يعني ديال الإلدورادو، بوسو في حناكو. كانديدو كاكامبو عنقوه واستقبلهم بواحد الاحترام وعيط لهم باش يتعشاو معاه، وهما كيتسناو داك العشاء خلاوهم يشوفوا المدينه، يضربوا شي دويره اللي ما شريت نزه. وبقى كانديد وكاكامبو كيشوفوا البنايات الكبيره ناطحه السحاب اللي واصله للغيوم تقبها، والسواق المزينه ب1000 عمود، ومنابع الماء النقيه، والمنابع ديال الماء والورد والمشروبات وقصب السكر اللي كتكون غير في البلايص الواعره والعامره بالاحجار الكريمه، واحد الاحجار فيها ريحه القرنفل والقرفة. مهم واحد المدينة واو، يا سلام داكشي واعر. كانديد وكاكامبو طلبوا انهم يشوفوا القصر ديال العدول والبرلمان، فقالوا لهم ما كاين حتى شي حاجة من هاد الشي، هاد البلاد ديال الإلدورادو كاع ما فيها الشي كاع، حيت ما كاينش الدعاوي. فقال لهم وعندكم الحباسات؟ قالوا له ابدا، البلاد الإلدورادو ما فيهاش الحباسات. كانديد خرجوا عينيه بالجهد تدهش، وزادوا عليه من اللي قالوا ليه انه كاين قصر ديال العلوم، شاف فيه واحد القاعة فيها غير في العرض مساحة ديال 200 خطوة وعامرة بالآلات ديال الرياضيات والفيزيك. هاد الفيزيك هادي ماشي ديال بانغلوس، فيزيك ديال بصح. من مور ما داروا المدينة كلها رعوا لعند الملك الإلدورادو، ريح كانديد حداه في الطابلة، وحداه كاكامبو والتيتيز داير بهم، ما عمرهم عرفوا شي نهار زوين بحال هذا، وعمرهم فرحوا بشي عشاء بحال هذا وهما حدا جلالة ملك الإلدورادو. كان كاكامبو كيشرح الكلمات الحلوة اللي كان كيقولهم الملك الإلدورادو،
واخا غير مترجمه وما فيهاش احاسيس، ولكن كانديد جاتو زوينه. كانديد بقات شاده الدهشه، من مفاجاه المفاجاه، ومن مفاجاه المفاجاه اكبر منها. كانديد وكاكامبو و12 الخدام بقاو شهر في بيت الضياف، واكلين شاربين، حاولوا زعما يستمتعوا باللحظه ما امكن. كانديد ما كيوقفش، يعني قال لكاكامبو اها عشيري مره اخرى، القصر ديال البارون اللي تولدت فيه ما تيساوي والو مع البلاصه اللي حنا فيها دابا، لا علاقه. هاد البلاصه حلوه، ولكن في النهايه حبيبتي كونيغوند ما كايناش هنا. كانديد دابا يدو تاكلو، كونيغوند هي كلشي، خصو يمشي يقلب عليها. فقال ليه حتى حنا عندنا صوالحنا، انت عندك عاشقات في اوروبا، ولا بقينا هنا راه غنوليو من هادو عاديين بحالنا بحالهم، اما الى رجعنا لاوروبا ومعنا 12 خدام وخرفان عامرين بالاحجار الكريمه ديال الدورادو، غنكونوا اغنى من الملوك براسهم تما، وما غنخافوش من المحققين من مور هاد النهار، وغنرجعو كونيغوند بسهوله. كاكامبو عجبو هاد الكلام وقال وراه حنا كنبغيو لدرجه ديال كنجريو، كنوليو غير نجريو، ونيت نتباهاو على الاخرين بداك الشيء اللي شفناه في هاد السفر هذا. قرروا هاد العفار تيمشيو ويخليو جلاله ملك الالدورادو. فقال لهم الملك الالدورادو نتوما كديروا غلط، انا عارف ان بلادي ماشي مهمه، ولكن باش نبقاو عايشين بشكل مقبول في شي بلاصه خاص نبقاو فيها، ولكن ماشي من حقي نشدكم ونشد الغرباء بصفه عامه. طغيان ماشي من العادات ديالنا ولا من القوانين ديالنا، كل شيء حر هنا، سيروا وقت ما بغيتوا، ولكن راه باش تمشيو راه صعيب بزاف، صعيب تطلعوا للنهر اللي وصلتوا منه باعجوبه واللي كيضرب بالحجر ديال الجبال، حيت الجبال اللي كتحيط بالمملكه ديالي راه كتبلغ في الارتفاع ديالها 10000 قدم ومستقيمه بحال الحيوط، يعني ما يمكن لكمش تطلعوا، خاصكم واحد الاله باش تهبطوا، واحد المنطاد كلاسيكي زعما. قال لهم نعطي اوامر باش يصنعوا لكم شي وحيده باش تهزكم بسهوله، وملي نكونوا صيفطناكم للجانب الاخر من الجبال تا واحد ما غيرافقكم، حيت الخدم ديالي اداو القسم وعاهدوا نفسهم انهم ما يغادروش هاد السور، وهما ما كيرجعوش في هضرتهم، ناس بعقلها. طلبوا ما بغيتوا. كاكامبو قال ليه ما غنطلبوا من جلالتك والو الا شويه ديال الخرفان فيها شويه ديال المؤونه والاحجار الكريمه والطين من هاد البلاد. الملك ضحك بزاف وقال ليه الاوروبيين اش بغاو بالطين الاصفر ديالنا ولكن شوف خد ما بغيتي تفطح ليا مع راساتك. غنكتفي بهذا القدر، شكرا لك على الاستماع، وما تنساش دير لايك، نتشوفوا في الحلقه الجايه، الى اللقاء.